المدرب ما كوينا مدرب كان مزيان مع سان داونز، كنتمناو يعطينا داكشي اللي عطاه مع سان داونز. هو ما ربحونا في فينال ديال السوبر كوب، كنتمناو ان شاء الله هذا العام الوداد تقلع مع جديد ومع مدرب جديد، ان شاء الله يكونوا انتدابات جداد. وهو مدرب ما كيحتاج شي واحد يدوي عليه، هو داوي على راسو، كنتمناو ان شاء الله نشوفو معاه الخير. لا غاير على لا دابا متفق معاه، ولكن دابا لا دابا حاليا الوداد باقي خاص يدير واحد 6 ولا 7 انتدابات، حيت دابا ما كاينش لعابه مزيانين، مشاو لعابه الركائز مشاو، كنتمناو يجيبوا لعابه مزيانين ان شاء الله. الميساج ديالي دابا حنا فرقة غارقة، ما كاين والو هذا العام، كنتمناو ان شاء الله نشوفوا معاه الالقاب، نشوفوا معاه ان شاء الله شي حوايج زوينين، حيت هذا العام عانينا بزاف، كنتمناو ان شاء الله هذا العام يكون خير ان شاء الله وديما ويدي. بالنسبه لي لحنايا ما كوينا مدرب زوين بحكم المقابلات اللي درنا ضدو، وشفنا ستيل جو كيفاش يلعب وهادي. واخا حنا الوداد ما تتوقفش على مدرب وعلى لعاب ولا على اي حاجه، الوداد تتبقى فرقه كبيره، غير حنا بحكم داك المشاكل اللي طحنا فيهم العام اللي فات ما بغيناش باقي نطيحوا في هذا الشيء، حيت ديجا كنا طحنا مع اكرم في بزاف ديال اللعيبات وجانينا النصيري وطرالي هذا المشكل هذا. وماشي مشكل، حنايا بغينا دابا بهاد الحقبه الجديده يتمنى يجيب لي لعابه مزيانين ويجيب لي لعابه بروفيسيونيل اللي غيدخلوا معاه في الضيمه في التشكيله ديالو، ونتمناو خير. هادشي تنقول ونتمناو خير، ونتمنى نكون تكون على الحصن الظل ديالنا حنايا، حنا راه وراك، حنا راه تنبقاو رقم اللاعب رقم 12، ما غنفوتوش حنا في اي مقابله، لا في السراء لا في الضراء، سوا خسر سوا ربح راه غيبقانا بالمورا ظهرو. حنا صابرين، شوف خويا حنا صابرين، حنا عارفين شنو كاين، حنا عارفين شنو كاين، حنا طحنا في مشكل خصنا نخرجوا منه، هذا هو ليسونسيال. شي حاجه اخرى اخويا نشوفوها مع الوقت.